Raised. I'm not gonna go. I look like a lollipop. Khalas. It's too much. It's too much. شو الاخبار؟ ماكو شيء، ما تسالين علينا يعني. لا تسالين علينا ولا شيء ولا تخابرين. انا ما اسال. طبعا فوفو من زمان ما شفتها، لا اطلع اليوم ونشوف نستانس بعد كارتينج. خلينا نشوف مين راح يفوز اليوم. واضح ان فرات كان بيصير وايد حلو معاي، ادري انه حاط بباله انه هو كان بيفوز، لكن الموضوع شوي نسى نفسه ان انا اصلا وايد استانس على الجو كارتين واني اسوق اي شيء، فاكيد راح افوز. فوفو كان فايز شوية، كان قدامي، بس بعدين لحقت عليه وواضح من الفايز. ففرات من كثر ما توهق دعم التواير اللي حاطينهم فوايد ضحكت عليه، وهذا أصلا اللي فوزني. ما كان مصدق انه هو الخسران. طبعا هو يسوي روحه حلو ويتغشمر ويقط قطات، بس واضح انه كان مقهور. اقول لك انا مو بس غلبتك، ما حد غلبني الا حمط، حطمتك. ما حد غلبني، ما حطمتك. طبعا دائما استانس لما اشوف فرات من الاصدقاء اللي انا وايد استانس معاهم. شنو سيارتك؟ أجرتها. يا سلم على فرات، كان يشوف ان سيارتي كانت سيارة كنت صافطتها، فما كان قاعد يقول ان ليش ما اخذها سيارة. فشرحت له ان الفراري كانت موجودة لان كانوا مسوين ايفنت عشان يجمعون كل السيائر ويتبرعون حق مرضى سرطان وكانسر ريسيرش. يلا شوف. بيس. باي لوزر. باي بوس. شكرا شكرا. شفت ان موماني قاعد يشجع بهالايفنت ان الناس تيجي وتتبرع حق مرض السرطان، حق دراسات مرض السرطان، فقلت انه لازم امر لان هالاشياء انا وايد احبها. اول ما كلموني عن الايفنت قلت اكلم صديق عندي هني بدبي عنده محل اف بي ان رنت ا كار، فعطاني الفراري عشان اقدر اروح الايفنت واشجعهم. موماني وتالين كانوا وايد يونسون، وروني المكان وشنو قاعد يسوون بالإيفنت، وايد كان شيء يونس منها وناسة، من إن أنا كنت قاعد أسوي شيء زين. Alright, we got the real foes in the building. But it was lovely meeting you, and I think what you're doing today is amazing, by the way. كانوا يبوني ألعب الألعاب الموجودة بالآي إم جي، وكان في رولر كوستر ولويا، كلش ما كنت أبي أركب ولا شيء. I hear you're scared of the rides. We're gonna have to beat some fear today. لكن آخر شيء يقنعوني إني أدش الهونتيد هوتيل وانصرع داخل. شفت أوادم
اتوقع ما ادري ولا بالاحلام ممكن اشوفهم. الناس اللي يشتغل داخل الهونتد هاوس شي ناس بيت مسكون، ما اتوقع انهم صدقين، مستحيل ان هذه يعني يتقمصون شخصية، لا يمكن هم صدق كذي ذبح وريل وما ادري شنو وناس ميتة وثلاجة تو ماتش. No film guys. إيفنت مو بس كان يونس، كان إنه فعلا قاعد نسوي شيء زين وقاعد نفيد ناس، سواء كانوا ناس يبون يتبرعون أو ناس اللي هم مرضى سرطان، فحلو إن الواحد يغير أجواء منها يستانس ولا يسوي خير. I'm about to bounce. يلا see you soon. من كثر ما كنا مشتطين ما طر على بالنا الوقت كلش، وايد كنا متأخرين على ميتينج مع شارلوت تيلبري اللي أنا أموت عليها وأكبر ميك اب ارتست موجودة بعالم المكياج نقدر نقول. فجأة وأنا واقفة عند الباب وبدخل خلاص عليها فجأة توترت. توترت قبل أدخل لأن استوعبت إنه فعلًا اللي أنا قاعد أسويه راح يكون شيء وايد كبير. كنت مشتطة وايد وما كنت مستوعبة. Did you shoot that? أول ما دخلت كنت حيل 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 متوترة، بس من كثر ما هي كانت حلوة شي شوي هديت وبلشت استوعب وشوي قمت صرت فوز طبيعية وسولفنا عن وايد امور من مكياج للسوشيال ميديا وحطت لي ميك اب وايد ستانس. So we're gonna start off. We're gonna do the Golden Goddess look on you, which is a look that I've done on loads of people. From I mean, it was really inspired by Giselle and Jennifer Aniston and all those kind of Ursula Andress, all those kind of Golden Goddesses over exactly over the years. Those kind of naturally Gigi Hadid today, those kind of women. So I'm gonna do that on you because I think that you are a little bit of a Golden Goddess. The mask اللي حطيته عليه كني ننجا أول شيء. بس الإحساس عقب ما شلته كان شيء خيالي. So how long do you keep it on? 15 minutes. It's like someone just going and like repairing it completely. أنا توقعت إن أنا أعرف وايد عن شارلوت تيلبري بس طلعت ما أعرف شيء. For me personally, what I want to do is I want to democratize makeup and I want to make it easy for all women to kind of achieve a beautiful kind of gorgeous look. There are things that I do for red carpets, for celebrities, for supermodels, and kind of bringing that to life for real women. Yeah. And so you know as that, but then that's great for some other people. They kind of, you know, they want to sort of, they want to speak to other bloggers and vloggers and they want to teach them things, and I think it's really fun. But it's just not my personal message. My message is much more like you were saying, I'm much more interested in just making girls look gorgeous. Exactly. And kind of empowering women to kind of feel like the most beautiful version of themselves, because you know, we know a lot about makeup and a lot of the online bloggers and vloggers know a lot about makeup, but 50%, like I was telling you earlier, 50% of women, they don't know what to do, which is why, do you know that basically it's like the most, one of the most successful things online. It's the second most viewed thing online, makeup beauty tutorials. Yeah. دخلت روحها بعالم المكياج بطريقة وايد ذكية ومو شيء سهل أبداً، فوايد احترمت هالشيء فيها. I kind of had the concept for my brand when I was 13 at boarding school. I wanted to do makeup and I knew one of the top makeup artists in the world called Mary Greenwell. She was like sort of Lindy, Naomi, Christie's kind of supermodel makeup artist. I said to her, you know, can I come and assist you? So she was like, yes, come and assist me. So I worked kind of the end of the supermodel era. So I've been doing it now for 26 years. نجاح شارلوت وايد شجعني على اني افكر على وايد اشياء حق نفسي انا، شلون هي اشتغلت على روحها الواحد حلو انه يشوف كذي ويتشجع انه يتطور. ف
brilliant. I love. Thank you so much. Thank you so much. You really, truly are a golden goddess. I knew it would work on you. When I saw, I was like, you totally like this woman. And you remind me so much of Eva Mendes. Quite, and a bit of Cindy Crawford with your beauty spot. And remind me of all these gorgeous women. You're, you know, thank gorgeous. So Middle Eastern woman. Thank you so much, Charlotte. Thank you so much. I don't even want, to touch. Guess who I'm hanging out with? The gorgeous. Thank you so much. We're having so much fun in Dubai. وايد عجبني مكياج شارلوت فوايد متشوق اني اروح اليوم حفلة كنزة. Hi, where are you? Hello? Can you hear me? Yeah, babe. I'm home. I'm gonna leave. Listen, I'm not gonna go to the Kenzo party. كان المفروض الحين أبدل وأروح الإيفنت، بس صراحة ما أدري شلون منال ولدملا فكروا إنه يبون لي الهدوم اللي هم يبون لي إياهم. I thought you checked the outfit and you was trying to ask Manal. No. I told her you didn't pick up. No. She told me it was okay. No, when did she, I didn't even see Manal, like she was here only today. She was at the shoot, like just hanging out, and then I didn't see her at lunch, and I just tried them what? On now. Yeah, and she left anyway with her friend. فما أدري ليش إنه مثلاً إذا أنا قاعد أشتغل هم مثلاً ما يشتغلون معي أو ما يكونوا معي مرات. Whatever Manal picks for you, okay? So. Yeah, Manal is not me. لأن لا lip sizey. And if I go, they look really bad, and we look really bad if we RSVP to the party and we're not going. No, but okay, wear anything. I'm wearing jeans and t-shirts. Yeah, I'm not gonna go. I swear, all day I'm working. I'm not gonna go to the party. If you guys wanna go, but I'm not gonna go. المزاج كله اعتفس. I'm not gonna go. I look like a lollipop. ما أدري شو بسوي الحين. وايد أشياء اختبصت. فالحين لازم أفكر شو لازم أسوي عشان مثلاً كنزو ما يزعلون علي. منال قدق. ألو. ألو. ها منال. Hi Mo, is this Fawz or Mo? Do I sound like Mo? لا جد؟ أدري منال إي في شيء يصير شفتي مثلا والحين مشيتي صار موقف منو عندي؟ أنت رحتي لودملا ماكو شلون؟ الحين شلون؟ كنزو قالين لهم إحنا جايين ودازين لنا هدوم يعني شو أسوي عيب وما تقدرين تروحين كلش؟ ما راح أروح منال لو تنقلب الدنيا ماني رايحة ليش؟ بس منال ما راح اروح بس جين لو ماني رايحة لو البس بيجامة ماني رايحة والله ليش؟ لا بس منال شنو مو ماكينة ما راح اروح والله بس مزاجي احتفز اروح واجامل بعد واقعد اصور واسوي روحي مستانسة ما راح اروح بس ما راح اروح والله لا خلاص لا لان منال اوفر الوضع اوفر يعني الدراما يا عزيز يا لودملا يا يعني لازم احد معاتبه شيء اتس تو ماتش وانا مو مقسمة مع ولا احد قاعد اسوي اللي انا ابي وزياده حق كل احد صراحه مرات انسى شلون ما يكونوا منظمين معاي ولاني اشتغل وايد وما عندي وقت انه في شيء يخترب على شيء ممكن يكون وايد صغير يصير انهيار كامل هذا الفرق عادي ليش ما قلت لي اقعد انا ما كان منال لان ما بقى شيء خلاص خلاص اي انا المشي قلت لك اي خلاص اي قلت لك ادري بس انا للحين تدين قاعد اصور للحين لودميلا ومنال يعرفون شنو قياساتي فمستحيل راح اقدر اروح الايفنت لانه ماكو وقت لا غير اللبس ولا اني اختار شيء ثاني فما راح اروح. بسم الله شايبه هني؟ سويت لها؟